النهارده كمان في الدوري كان في مباراه لبيراميدز مع المقاولون العرب. بيراميدز تاخر بهدف في الدقيقه 19 عن طريق جوزيف شايا، وبعد كده فيستون مايلي في الشوط الثاني قدر يتعادل لبيراميدز في الدقيقه 59، ويضيف ابراهيم عادل هدف ثاني في الدقيقه 63، هدف رائع جدا. بعد كده فيستون مايلي برضو يسجل الهدف الثالث لفريقه، وبيراميدز السنه دي على الدوري ناوي المره دي بجد، يعني المره دي بجد. بيراميدز عامل مسيره رائعه في الدوري الممتاز ومنافس قوي جدا 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 على الدوري. حتى هذه اللحظه هو المتصدر ب 62 نقطه. لو الاهلي خلص كل مؤجلاته بفوز، لو كل مؤجلاته بفوز هيبقى فارق عن بيراميدز بنقطه واحده. لو الاهلي خلص كل مؤجلاته بفوز، فبيراميدز لا حقيقي منافس قوي جدا السنه دي، ووارد وارد جدا ليه لا بيراميدز يشوفوه في الاخر بطلا للدوري الممتاز. المباراه دي شكلها بجد، يعني مش زي كل موسم يعني. طيب، مباراه اخرى في الدوري، سيراميكا كليوباترا قدر يفوز على المصري في مباراه من المفترض انها تبقى مباراه بين فريقين محترمين جدا، تشكيلتهم رائعه جدا، واثنين مدربين كبار. صديق اوجولا سجل الهدف الاول في الدقيقه 14، ده واحد من احسن المحترفين اللي موجودين في الدوري المصري، لعيب ممتاز ممتاز ممتاز. احمد ياسر ريان من ضربه ثابته قدر يسجل الهدف الثاني. احمد ياسر كان بديل النهارده ونزل في الشوط الثاني، قدر يسجل الهدف الثاني في الدقيقه 86. فوز مهم للسيراميكا كليوباترا، قدموا مركزين في جدول ترتيب الدوري الممتاز. طيب، ده فيما يخص الدوري المصري.